وكلاء الشيطان، بشر في أقفاص، إيقاع الأسلاك الشائكة، صداقات برائحة الموت، مهزلة العدالة، رحلة مسلم بريطاني إلى معتقل غوانتانامو. اختطف معظم بيغ من منزله في باكستان، واقتيد مكبلاً إلى مركز اعتقال في قندهار، ثم إلى باجرام، واستجوبه محققوه MI5 والCIA والFBI، ثم نقلوه إلى غوانتانامو ليمضي هناك 3 سنوات مرعبة في زنزانة انفرادية دون تفسير. كتاب عدو محارب لمعظم بيغ، سرد واقعي لرحلة الكاتب إلى معتقل غوانتانامو. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب عدو محارب. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.